السلام عليكم، مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اهلين وسهلين فيكم في قناتي من اول وجديد. اليوم رح اعملكم فيديو عن اكتر شيء انا عمالي بنسأله، كيف بتعمل الفازات بالضبط. اوكي، فرح اورجيكم واحدة من الفازات اللي عملتها، لانه التاني انكسرت. هم اكتر من واحدة بس في واحدة منهم انكسرت. المهم ما علينا. الفازات اول ما اجتني فكرتهم كنت بلشت جديد بالبورينج اكريليك، وصلت لمرحله انه خلص بكفي، دائما بورينج اكريليك، دائما نفس الوان، دائما نفس الشيء، دائما نفس النتيجه عم تطلع، فبدي شيء جديد، شيء تجديد عشان انتم يعجبكم، عشان انا استمتع. فخطر لي اني ليش ما اعمل على شيء غير الكانفاس. في ناس كثير عم تعمل على الخشب، انا ليش ما اعمل شيء جديد؟ فخطر لي اني اعمل على الازاز. فكرت انه النتيجه ما راح تكون منيحه، لانه الالوان فيهم صمغ، والصمغ بس ينشف فيني اقبعه. فقلت خليني اعمل تجربه، وعملت تجربه وعن جد طلعت ناجحه. طلعوا ما بيصير لها اي شيء، كثير ثابت اللون وكثير عماله، او النتيجه عم تطلع حلوه. شو السبب؟ مبدئيا مش كثير بعرف، بس انه زبطت. فاذا بتحبوا مثلا انكم تعملوا هديه، ممكن تعملوا شيء لبيتكم، ممكن قطع اوريدي موجوده عندكم انتم حابين انكم تجددوا، ففيكم تستعملوا هاي الطريقه. يلا بكفي اطول عليكم، بلش الجد. اول شيء رح احط الكاميرات، حطها كل واحده بمحلها. تقريبا انا حطيت بهذا الفيديو 3 كاميرات عشان اقدر اجيب لكم المنظر من كل الجهات، او من اكثر جهات بقدرها. بعدين كنت محضره الالوان من قبل، حبلش اخلط فيهم. اي حدا بده يعرف كيف طريقه خلط الالوان رح احط لكم باللينك تحت، او اخر فيديو حتشوفوا الفيديو اللي بعلم فيه كيف طريقه خلط الالوان. اخترت بهاي اخترت هون الالوان البنيات مع شويه غوامق، حطت الخمري والابيض. بهذا العمل للفازات اخترت مجموعه الوان، اخترت شويه فواتح مع غوامق مثل الذهبي والبني والبنيات، وشوية أسود كتير قليل، وخمري. جبنا الفازة شفافة زي ما انتو شايفين. أول إشي رح أسويه رح أجيب لون فاتح أو لونين فاتحين، رح أحطهم من فوق، هذا بيج، ورح أرجع أجيب أبيض. انتو فيكم تختاروا ألوان بدكم إياها، بس أنا هذا كان اختيار لأنه حسيت عندي كتير كمية زايدة من هذول اللونين. هاي الحركة أنا سويتها مشان أوزع اللون على كل الأزازة. ليه؟ لأنه حتسهل عملية توزيع اللون لما أسكبه. لأني لابس جلوفز بلشت أحرك بإيدي، لأنه على الريشة ما رح يكون، الريشة رح تترك زي أثر، ما رح تكون ناعمة زي ما الإيد ناعمة. حضني أحركها عليها كلياتها، أغطي كل الشفاف، كلها بدها تصير بيضة. من فوق كمان. كل الجهات. مو ضروري يكون الفنش 100% صح، لانه احنا اوريدي رح نحط عليه اللون، بس هاي العملية رح تسهل علينا السكب زي ما شرحت لكم. مثل بالضبط لما بتحطوا برايمر قبل ما تحطوا الفونديشن على الوجه. رح ارجع بنفس الطريقة اعبي الكاسات. شايفين كيف؟ هلا رح اجيب كاسة تانية علشان تكفي اكتر. لا سمح الله انزنقت في نص العمل يعني، او انا عمالي بشتغل يكون في شي تاني جاهز. شايفين ما احلى الوان؟ خمري وبنيات فواتح وغوامق، بحسها بتكحل لما تكونوا حاطين فاتح مع غامق. هشيل كل شي زيادة من قدامي، بعدين هشيل كل شيء كمان. حبلش بسم الله. يا سلام يا سلام، احلى شيء انه ما في ولا قانون ولا اشي لازم تتبعوه، خلص زي ما انتو شايفين انه حلو، فيكم توقفوا فيكم تزيدوا اذا ما عجبكم. لما حطيناها بكاس اللون، لما حطينا اللون بكاس قبل ما نسكب، شوفوا كيف على اليسار هيك كيف جاي تدرج الالوان. الفيديو الثاني اللي مره عملته كمان كان على الفازه، كنت احط لون لحاله، هاي المره عملت طريقه ثانيه، لانه الكاستين موزعين فيها اللون بطرق مختلفه، طلعت جهه فيها لون ابيض وسيلفر اكثر، وجهه فيها اللون الخمري
أو العنابي مع البني أكثر، وعلشان ما يصير في فرق كتير بين الجهتين بنفس الكاس اللي كان فيها الفواتح حطت على الجهة الثانية. شايفين كيف طلعت؟ هون كنت عمالي بلفها لأتأكد إنه ما في ولا مكان فاضي، بس كان في كتير أماكن فاضية. رجعت أحط اللون، أحاول أصوب في المكان الصح، الموضوع بياخد وقت بس كتير بسلي. وأصلاً شكل الألوان عن جد الكاميرا ظلمته، شكل الألوان كتير حلو عن جد طار. بالستك رجعت مسكت اللون وكبيته لتحت، شايفين؟ الله، لو بضلني أعمل هيك طول عمري ما عندي مشكلة. شوفوا، الألوان عم تدفش بعض وعم تنزل، ولأنه الشكل شوي هيك مدور أو كروي فعم تنزل بطريقة أسهل، بس بحاول أني أغطي كل الفراغات. هون بالستك صرت أشيل من اللي تحت نازل منها وأرفعه لفوق، بس بحاول قد ما فيه ما ألمسها عشان تضل الضربات طبيعية، بحاول قد ما فيني ما أمسك الفازة نفسها أبدا. حضني أهم شيء ديروا بالكم كمامكم ما تخبط. برجع بحكي لكم فيكم توقفوا لما تحسوا أنه خلص أنتوا هيك عجبتكم. أنا بحب أضلني أغامر، بحب أضلني أزيد وأحط وأعمل طبقات. آخر لفة نتأكد إنه كله تمام، نتأكد إنه ما في فراغات وأنا راضية. خلص خليني أشيلها. أوه لا، في مكان شفتوا، تكون ضربة صغيرة بس عشان هادي إحنا عم نشتغل بالجهة العكس عشان من فوق تكون مرتبة. هون أنا الصراحة نزلت اللون لأنه هاي منطقة شوي غميقة، فاللون بيكون فيها متكتل فبتطول كتير لتنشف، فأنا فضيتها. إذا بدكم خلوها عادي، بس بتاخد 4 أيام تقريبا لتنشف، وهو بالنسبة إلي هذا وقت طويل. هرجع أحط بالألوان، طبعا أنا عملت كمية تكفي تقديريا. نفس الألوان اللي استخدمتها قبل، حطهم على جنب. حجيب فازة مطاولة شوي، تقريبا فيكم تحكوا عنها بيضاوية، ما بعرف هذا الشكل شو بسموه بالضبط. هالمرة ما رح أعمل زي قبل شوي، ما رح أحط طبقة أساس، رح أبلش عطول باللون نشوف إذا في فرق أو لا. شوف اللون كيف عم ينزل، بحيرات ألوان. هون بلشت أدير لون لون لحاله بالأول، بس ما وزعتهم بإيدي عشان ما يختلطوا كتير، لأنه الصراحة ما كانت هيك الخطة، بس لما شفت اللون جماله ما قدرت، خلص خليهم هيك. شوفوا كيف بزحته بالستك كيف نزل، يا ويلي. هو شوي مبين سهل، بس أنا بشوف إنه حتى على الفازات لازم الواحد عشان يتمكن كتير يضلوا يجرب. يعني لما بدكم تشتروا فازة اشتروا 5-6 مع بعض، جيبوهم سعرهم هيك لطيف وجيبوا 5-6 مع بعض عشان تجهزوا الألوان مرة واحدة وتضلكم تجربوا حتى ما توصلوا لنتيجة أنتوا عجبتكم. شوفوا هلأ بلشت أدير في الكاسات اللي إحنا حضرتهم، اللي أنا حضرتهم قبل شوي. يا ويلي كأنها علكة. شلال ألوان، استمتعوا أنتوا بالمنظر
وأي حدا فيكم بجرب يعملها ابعتولي على الانستغرام، لأنه آخر فترة انتو كتير شاطرين عم بتكونوا وعم بيبعتولي البنات الشطورين لوحاتهم، وأنا كتير عم بيعجبني الشغل، عم بكون كتير فخورة فيكم ومبسوطة من حالي لأنه قدرت عن جد أفيدكم. شوف الجمال. طبعا كالعادة أنا ما قدرت إني أوقف وضلتني عم بكمل، مع إنه برضو لو تركتها هيك كمان أنا متأكدة إنه كانت رح تطلع حلوة. للأسف هون كاميرا الآيفون عندي طفت، فالمنظر من فوق ما قدرت أجيبه. حضني ألفها لأتأكد إنه ما في عندي فراغات، والفراغات رح أشيل من تحت وأحاول أني أضيفهم بطريقة تكون شوي هيك طبيعية من دون ما تبين ضربة الستيك، أو أنه يبين أنه أنا عم بحاول أرقع يعني في هذا المكان. شوفوا جمال الألوان. افتحت كتير عندي، لو تركتها قبل شوي يمكن كانت تكون أحلى. هيك بحكي لكم لازم تضلوا تجربوا. هلا جبت هدول تنتين صغار، زي ما حكيت لكم انا لما ببلش بحط مينيمم 5 فازات قدامي عشان في زياده الوان. مرات بكون انا بدي اعمل ست كامل فبخلي شغلات زياده، يا اما بحط لوحات يا اما بحط فازات. اخذت الالوان زياده من اللوحات من الفازات اللي قبل وبلشت ادور عليهم الفازات الصغار كبرايمر. راح أتركهم شوفوا. أنا ما راح أحكي إشي، أنتوا اكتبوا لي في التعليقات شو عم تشوفوا. يا ويلي ما قدرت ما أعلق، يا ويلي. حتركهم يتوزعوا وينزلوا لأنه حجمهم صغير. شوفوا الفرق بين حجم الصغير وحجم الكبير قديه سهولة التحكم، شلك بلشوا أحجام صغيرة بالأول بعدين بلشوا أعمل أكبر إذا بتحبوا يعني. شايفين ما أحلاها؟ شو بتفكروا خلصنا؟ لا 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 لا، لسه في كمان آخر واحدة ضلت. رح أجيبها وأحطها على البرايمر بنفس الطريقة اللي عملناها المرة اللي قبل. هجيب كل الألوان اللي ضلت عندي زيادة ورح أديرهم عليها بطريقة عشوائية لحد ما أشوف الشكل النهائي شو رح يطلع معي. بس بالآخر حتى لو طريقتها كانت مختلفة رح تطلع كتير شبه اللي قبلهم، أو حتى مش شبه رح تطلع لابقة معهم حتى لو هي ألوانها غير، أو درجة مثلا الأبيض والسيلفر زي ما أنتوا شايفين فيها أكتر. خليكم كاملين بالفيديو لتشوفوا النتيجة النهائية. أول وجديد قررت أني أغطي الأطراف لأن الأطراف طلع شكلها مو كتير نظيف. لما تركتهم ينشفوا على الطاولة وعلى هذا الستاند الصغير لزقت شوي، فقررت أني أنظف الأطراف. شوفوا كيف الأطراف طالعة. فيكم بالبرش يعني تنظفوا الأطراف، أو أنا بطريقتي هالمرة قررت أني أسكب اللون من أول وجديد، أصلا حتكون مضمونة أكتر تطلع الفنش تبعها نفس الفنش تبع الفازة نفسها. يلا نرتبهم. كنت عم بحاول أعملكم استوديو صغير بس يلا سامحوني، مش غلط المرة الجاية بزبطه. شو رأيكم؟ طلعوا حلوين ولا لا؟ تخيلتوهم هيك ولا لا؟ مين بلش فيكم يحضر الغراض عشان يبلش يعمل؟ احكولي رأيكم واحكولي إذا بتحبوا أعمل كمان ألوان مختلفة ولا خلص بكفي حابين شي جديد. أنا مني وعلي لو بضلني هيك أسوي طول حياتي ما رح أزهق.